مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في برنامج ما وراء الحدث، نخصصه لحصيله زياره رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز للمغرب. يسعدنا كثيرا ان نستضيف اليوم من باريس الاستاذ مصطفى طوسى، وهو اعلامي وخبير في الشؤون الاوروبيه. اهلا وسهلا بك استاذ طوسى معنا. كما يسعدنا ان يكون معنا الاستاذ عبد العالي باروكي، وهو استاذ جامعي متخصص في العلاقات المغربيه الاسبانيه من رباط. اهلا وسهلا بك دكتور معنا. مرحبا. ويسعدنا ان يكون معنا الاستاذ رشيد ساري، وهو محلل اقتصادي من طنجه. اهلا وسهلا بك الاستاذ ساري معنا. ابدا معك مصطفى طوسى، اي حصيله لزياره السيد بيدرو سانشيز الى المملكه المغربيه؟ إسباني التاريخي الذي اعترف بفرضية الحكم الذاتي، واعترف أيضا بطريقة أو بأخرى بسيادة المغرب على صحرائه، كان لابد من حركة ذات رمزية كبيرة تجسد هذا المنعطف وهذا التطور، وكانت هذه الزيارة وكانت هذه اللقاءات بين بيدرو سانشيز وجلالة الملك محمد السادس و أيضا أعضاء من الحكومة المغربية، لتعطي زخما لهذا التحول التاريخي، ولترسم أيضا مراسم أو ملامح الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الرباط ومدريد. إذا كانت هذه الزيارة في حصيلتها العمومية ترسيخا لهذا الموقف الإسباني، وإطلاقا لورشات كبرى بين المغرب وإسبانيا تكون بمنطق رابح، وتكون أيضا تأخذ بعين الاعتبار الحاجات والمتطلبات الحيوية لكل من البلدين، إسبانيا الجارة الأوروبية والمغرب الجار الإفريقي. إذا كانت من وجهة نظري زيارة ناجحة بكل المقاييس، الصور المعبرة التي شاهدناها والخطب التي ألقيت بمناسبة هذه الزيارة كانت يعني جاءت لتجسد هذا التحول وهذا التلاحم المغربي الإسباني بعد أن طوت إسبانيا نهائيا صفحة الانفصاليين وصفحة التعاطف بين قوسين مع الانفصالي البوليساريو. لا ننسى بأنه إذا كانت الجزائر هي العراب العسكري والدبلوماسي للانفصاليين في المنطقة، فإن المجتمع الإسباني في وقت من الأوقات كان يتعاطف وكان يضمن أصداء للنزعة الانفصالية للبوليساريو في هذا المجتمع، واليوم يبدو أن بيدرو سانشيز وضع حداً لهذه المرحلة وفتح صفحة جديدة في علاقته مع المغرب وفي علاقته أيضاً مع المحيط والمنطقة. طيب، ابن أمر إلى الأستاذ باروكي، هل حققت المملكة كل ما كانت تبغيه من هذه السيرورة، من تدبيرها للأزمة إلى زيارة أمس للسيد بيدرو سانشيز؟ نعم، المغرب بطبيعة الحال منذ بداية الأزمة كان قد وجه مجموعة من الرسائل ووضع مجموعة من لنسميها شروطا لعودة هذه العلاقات. أظن أن إسبانيا فهمت الموقف المغربي وفهمت الرسائل التي وجهها المغرب والمتعلقة بالتعاون الثنائي بين الطرفين الذي تربطهما معاهدة تعود إلى سنة 1991، والمغرب كان يطلب فقط احترام مبادئ هذه الاتفاقية التي هي اتفاقية صداقة، والصداقة كما نقول دائما تتطلب من الطرفين الوفاء بالتعهدات وبالالتزامات التي تربط الطرف بالآخر. وبالتالي فالمغرب أظن بأنه على الأقل أن الرسالة وصلت وإسبانيا تجاوبت مع هذه الرسالة، وبالتالي فالمغرب الآن الوصول إلى هذه المرحلة التي تحدث عنها البيان المشترك بين الطرفين، الوصول إلى هذه المرحلة التي تركز على بداية صفحة جديدة وتحيين المعاهدة التي تحدثناها، معاهدة 1991، وعقد اتفاق للقرن 21، يعني طي صفحة الماضي والنزاعات المتكررة بين البلدين، وبالتالي وضع قواعد وأسس صلبة تمكن الطرفان من التعامل بشكل أفقي والند للند وفي إطار منطق رابح
وكذلك إسبانيا أظن أنها فهمت أن المسألة أو قيمة قضية الصحراء المغربية في سياستها الخارجية، ويعني أنه لا يمكن للمغرب أن يفصل هذه القضية في تعامله مع مجموعة دول أيا كانت دون في حين أن لن يسمح أن يتم المساس بقضيته الوطنية، وهذا ما جاء في النقطة الأولى من البيان المشترك الذي هذا البيان الذي يضم 16 نقطة تقريبا في مجملها تتحدث على مجموعة من القضايا و سنعود لاحقا القطاعات المشتركة. سنعود لاحقا إلى هذه النقاط، قبل ذلك أريد أن أسأل السيد رشيد ساري، أهلا بك أستاذ معنا. التفاهمات والتوافقات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بنقل البضائع والأشخاص والتفاهمات الاقتصادية، كيف تبدو لك أستاذ رشيد ساري؟ أولا أستاذة جوهرة، مبروك العواشر لك وللعائلة الكريمة. جوابا على سؤالك، أظن بأنه يعني العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وإسبانيا لم تتأثر كبيرا رغم هذه التوترات التي نعيشها اليوم، يعني رغم التوترات السياسية التي كانت بين المغرب وإسبانيا، ولكن بلغة الأرقام نلاحظ بأن يعني الصادرات الإسبانية نحو المغرب برسم سنة 2021 يعني ارتفعت بواحد 29%، صادرات المغرب نحو إسبانيا ارتفعت بواحد 14%. إذا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب لم تتأثر كثيرا، بالعكس اليوم نطمح أنه تكون العلاقات أكثر صلابة، علاقات تنبني كما قال الأساتذة على مبدأ رابح رابح، لأنه حاليا رغم أنه نسجل ارتفاعا في المستوى يعني صادرات المغرب نحو إسبانيا، ولكن مع ذلك سجلنا في سنة 2021 عجز يصل إلى 23 مليار درهم، يعني باللغة اليورو 2.2 مليار يورو، ولكن مجملا يمكن القول بأن العلاقات التجارية لم تتأثر بما يجري من ناحية يعني السياسية. أكثر من هذا نلاحظ بأنه إذا قمنا بعد كرونولوجي للعلاقات المغربية الإسبانية نلاحظ أنه للسنة تقريبا الثامنة على التوالي يعني نسجل ارتفاعا في المبادلات التجارية بنسبة 10%. نلاحظ كذلك بأنه يعني في 20 سنة أو 22 سنة انتقلت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا من 23 مليار درهم، واليوم نتحدث يعني بما تم سنة 2021 على مبلغ 180 مليار درهم. بالنسبة لهذا القطاع يعني أنه في هذه خارطة الطريق التي تتضمن 16 بندا، أظن بأنه من بين المسائل التي تم التركيز عليها بشكل كبير أولا يعني أنه جانب اقتصادي وصناعي وكذلك تقني وكذلك طاقي سيكون بين البلدين، سيكون كذلك يعني فتح الحدود في وجه البضائع. أكثر من هذا أنه يعني معابر سبتة ومليلية سوف يتم حلهم، وأظن بأنه هذه إشارة كبيرة بأنه سوف تعود الحياة كما كانت التجارية بين المغرب وبين إسبانيا، وأظن بأنه في هذه الخريطة الطريق التي نتحدث عنها اليوم ربما أننا لن نحقق يعني عز كما حققناه في سنة 2021، بالعكس أظن بأنه العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا سوف تصبح بمنظور جديد، منظور يعني أنه يكون على مبدأ رابح رابح ويضمن هناك تكافؤ بين البلدين. لا ننسى شيء وهذا مهم بأنه يعني الخاصية التي يعني تستحوذ على العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا هناك ثلاث مفاهيم هي أساسية أظن، هي التناغم وكذلك الجودة والتوازن بين في العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا. كذلك يجب أن نسجل مسألة جد مهمة، وأنه المغرب يشكل بالنسبة لإسبانيا هو الشريك الثالث خارج الاتحاد الأوروبي. أكثر من هذا وهذا يمكن التركيز عليه بشكل كبير وربما نتطرق إليه، لأن علاقات المغرب يعني كبوابة بين إسبانيا وبين العمق الإفريقي هو الشريك الأول على المستوى الإفريقي.
كذلك نسجل أنه يعني رغم أننا في البعض في بعض الأحيان نتحدث بأنه الجانب الاقتصادي يشكل يعني الشيء الكبير بالنسبة لإسبانيا، ولكن أظن بأنه يعني الجانب الاقتصادي ليس بالحجم الكبير بالنسبة لإسبانيا، لأنه لا يشكل سوى 3% من حجم المعاملات التجارية لإسبانيا مع جميع دول العالم. أعود إليك أستاذ مصطفى طوسى، نفهم تماما أن تهتم الصحافة المغربية والإسبانية بهذا الحدث، ولكن لماذا يبدو هذا الحدث مهم كذلك على الصعيد الدولي؟ لاحظنا اليوم صحافة العالمية تكتب عن ذلك، حتى نيويورك تايمز. لما يبدو هذا الحدث استراتيجيا إلى هذه الدرجة، هذه المصالحة؟ نعم جوهرة، لو طرأ هذا التحول الإسباني وهذا اللقاء المغربي الإسباني في ظروف لم تكن هناك الحرب الروسية الأوكرانية، صدقيني لكان هذا هو الحدث الأساسي والشغل الشاغل لدول الاتحاد الأوروبي، لأن هذا الموقف الإسباني يعتبر نقلة نوعية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، لأن كانت هناك بعض الدول الأوروبية التي تنظر إلى هذا الصراع بنوع من التحفظ ونوع من الحيرة، لأنها كانت تنتظر الموقف الإسباني بحكم أن إسبانيا هي القوة المستعمرة السابقة، بحكم الجوار المغربي الإسباني، وبحكم يعني الوحدة الأوروبية. كانت هناك بعض الدول لا تريد أن تحرج إسبانيا، وكانت مرغمة لاتخاذ هذا بين قوسين الحياد أو الصمت من بعيد. لكن الآن وقد عبرت إسبانيا بطريقة واضحة عن موقفها الجديد ومقاربتها الجديدة المساندة للمغرب والمساندة لحوار استراتيجي بناء مع الجار المغربي، هذا سيكون له ارتدادات على الساحة الأوروبية، لأن هناك بعض الدول فقط كانت تنتظر مثل هذا الضوء الأخضر، مثل هذه النقلة النوعية لكي تفصح عن مواقفها بطريقة واضحة. وأنا أتصور أنه في اللقاءات الأوروبية المستقبلية سيكون هناك موقف أكثر وضوحاً للمنظومة الأوروبية تجاه السيادة المغربية على الصحراء، وربما قد يكون هناك موقف يعني رسمي واضح لدول الاتحاد الأوروبي. نعي تماماً بأن هذه النتيجة لم تكن يعني صدفة، هي نتيجة موقف أوروبي، موقف مغربي حازم تجاه المواقف الأوروبية. كانت هناك مواقف للدبلوماسية الأوروبية تطالب هذه العواصم الأوروبية بالخروج من المنطقة الضبابية والرمادية، كانت هناك عملية شد حبال واضحة المعالم مع ألمانيا، كان هناك توتر مع بعض البلدان الأخرى على خلفية هذا النزاع في الصحراء. جاءت إسبانيا لكي تحسم بطريقة واضحة هذه المواقف، ولكي تجعلها تنخرط في منطق المساندة لمغربية الصحراء. وأنا أتوقع في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة أن تجني الدبلوماسية المغربية ثمارها على المسرح الأوروبي، وأن تكون هناك عواصم أخرى تعترف بصريح العبارة بمغربية الصحراء. تفكر في من مثلا؟ يعني أنا أفكر مثلا في فرنسا التي الآن هي تقول بأن تدعم فرضية الحكم الذاتي، لكن لا تذهب إلى حد الاعتراف على الطريقة الأمريكية بمغربية الصحراء. ستكون هناك ألمانيا، ستكون هناك إيطاليا، ستكون هناك عدد كبير بريطانيا من الدول الذين لا بريطانيا مثلا يتوقعون ذلك. لا، بريطانيا هي خارج المنظومة الأوروبية، والكل كان يتوقع أن هي خارج أن تتبنى خارج الاتحاد الأوروبي، ليست خارج أوروبا. نعم، خارج الاتحاد الأوروبي، والكل كان يتوقع أن البلد الذي كان سيقتفي خطى الدبلوماسية الأمريكية وخطى الخيارات التي اتبعها دونالد ترامب وكرسها جو بايدن هي بريطانيا، بوريس جونسون. لكن هناك بعض الدول الأخرى التي يعني الآن أصبح من الطبيعي، من المنطقي، من المنتظر أن تعترف رسميا بمغربية الصحراء ما دام هذا التحفظ الإسباني قد رفع عن طريق هذه الخطوة التاريخية. طيب سنخوض في تفاصيل أوفر في المداخلة المقبلة عن الاتحاد الأوروبي. أمر إلى الدكتور باروكي، تحدثت في المداخلة السابقة عن الصداقة، ومن أبرز العلاقات التي فيها التزامات كبيرة هي الصداقة. لاحظنا تصريحا مهما للدبلوماسية الإسبانية عندما قالت إنها
تريد أن تساهم في حل نزاع الصحراء. الآن هناك ليست ساعة صفا وإنما ساعات للصفا، هناك اليوم صفحة جديدة مصالحة، كيف يمكن لإسبانيا أن تساهم في حل هذا النزاع بأي طريقة؟ نعلم جميعا أن إسبانيا بتواجدها داخل الاتحاد الأوروبي كما قال الأستاذ مصطفى قبل قليل، أن نظرا لمعرفتها ونظرا لعلاقتها القديمة بموضوع الصحراء المغربية، فهي إن قد نقول نموذج يحتذى به داخل الاتحاد الأوروبي، لأن لا ننسى أن هناك مجموعة من الأحزاب مثلا داخل الاتحاد الأوروبي التي تدعم الانفصاليين فقط، لأن هناك مجموعة من البرلمانيين مع مثلا من النواب البرلمانيين الأوروبيين يدعمون الطرح الانفصالي دون علمهم بأسس القضية وأصولها. كذلك إسبانيا نعلم أنه طيلة التسعينات بعد معاهدة برشلونة ثم بعد ذلك كانت دائما في صف المغرب، خصوصا في الملفات ذات البعد الاقتصادي في اتفاقية الفلاحة، في مثلا في الوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، كانت دائما إسبانيا لأنها اقتصاديا كانت تستفيد من الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب. كذلك يمكن أن نقول أن إسبانيا تواجدها كذلك في أمريكا اللاتينية وتواجدها القوي داخل هذه القارة سواء ثقافيا أو اقتصاديا أو سياسيا قد يعطي كذلك لهذه المسألة، لهذا الاعتراف بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية، كذلك سيعطيه دفعة أخرى داخلها، لأن أمريكا اللاتينية يقرؤون مثلا جريدة البايس قبل أن يقرأها الإسبان، وبالتالي فهذا التأثير سيكون أكيدا في الأشهر المقبلة، لأن إسبانيا هي الطرف الأقرب والذي يعرف أكثر قضية الصحراء وأصولها ومسلسلها وكرونولوجيتها، وبالتالي فإسبانيا الآن لا ما فعلته الآن بالاعتراف أو بالإشادة بمقترح الحكم الذاتي المغربي ليس إلا هو رد لدين كان عليها أن ترده منذ أكثر من 40 سنة، أي منذ المسيرة الخضراء. فإسبانيا بهذه الطريقة وكذلك بدعمها لمجموعة من المشاريع داخل الاتحاد الأوروبي والتعاون الأوروبي الإفريقي، لأن هذا هو الرهان الآن، أن إسبانيا كبلد ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي والمغرب كبلد ينتمي إلى إفريقيا، بوابة إفريقيا هي المغرب وإسبانيا هي بوابة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فالطرفان يعرفان جيدا المصالح المشتركة التي تربطهما. وبما أنكم تتحدثتم عن الصداقة، فالإسبان يعتبرون كما قال مارغيو ذات مرة بأن العلاقة بين المغاربة والإسبان أنهم تربطهم رابطة الجوار، رابطة الصداقة، وكذلك رابطة الدم، في إشارة إلى ضحايا العمليات الإرهابية التي حدثت في الدار البيضاء ومدريد، يعني أن هناك مجموعة من القواسم المشتركة بين الطرفين، وإسبانيا تعرف جيدا بأن علاقتها الجيدة مع المغرب أفضل بكثير من القطيعة. والأخ ساري تحدث قبل قليل عن أن العلاقات التجارية أو الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا لم تتضرر كثيرا، أنا أقول بأن كان هناك نوع من الضرر خاصة على مستوى العبور، يعني سبتة ومليليا وكذلك الموانئ القريبة من المغرب تضررت بشكل كثير خلال فترة كورونا، وكذلك خلال الفترة التي قرر فيها المغرب تغيير الموانئ التي سيفيد عليه المغاربة، مغاربة العالم مثلا، وكذلك المبادلات التجارية عبر موانئ أخرى من دول أوروبية، وبالتالي فكانت قد تضررت شيئا ما من هذا الأمر. مسألة عبور، يعني عملية مرحبة، كذلك إسبانيا ما تجنيه من عملية عبور هي
باهظة الثمن، يعني هناك مليار أورو تقريبا. طيب أستاذ بركلي، نترك الاقتصاد نعم. للأستاذ رشيد ساري. طيب أستاذ نعم. طيب الأستاذ رشيد ساري، ما هي القطاعات التي يمكن أن تنتعش أكثر بعد فتح هذه الصفحة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل للأفراد والأشخاص والعلاقات الجمركية كذلك؟ أنا أول ما أثرني أستاذ جوهرة في يعني هذه خريطة الطريق، أولا يعني بشائر الخير بالنسبة يعني عملية مرحبا التي سوف تنطلق إن شاء الله في 15 يونيو من هذه السنة، وهي ستمكن مغاربة العالم من الدخول من جديد عبر البوابة الإسبانية. هذا سيمكن حتما من أنه ستكون عائدة الإسبانية، وكذلك ستنتعش السياحة بالمغرب بشكل كبير. كذلك سيكون كما قلت يسر بدخول مجموعة من البضائع. حقا صحيح انه كان هناك تأثر، ولكن كما قلت بانه يعني كان هناك ارتفاع، ويعني لو كان السيناريو الاول ان يعني العلاقات يعني وديه بشكل كبير في الجانب السياسي بدون توترات، وربما كنا سوف نعيش يعني معدلات اكبر من الذي نعيشنا اليوم، يعني انه ربما انه المغرب كان سيحقق ارتفاعا اكثر من 14.6%، كما انه ممكن ان اسبانيا كانت ممكن ان يعني تحقق اكثر من 29.4% من ناحيه صادراتها نحو المغرب. اظن انه من بين المسائل التي يجب التركيز عليها، وهذا جاء في البيان، وان هناك سيكون هناك تعاون طاقي. وهنا يعني أريد أن أحيلك على زيارة المفوضة الأوروبية فاندير لاين عندما جاءت للمغرب، أنه من بين المشاريع الكبرى التي نتحدث عنها اليوم هو المشروع الطاقي، يعني أنه اليوم أوروبا عبر بوابتها إسبانيا محتاجة إلى لكي للدخول للعمق الإفريقي من أجل أنه استعمال طاقة نظيفة في أفق 2025 هي محتاجة إلى المغرب بشكل كبير. وهنا نلاحظ بأنه في هذا البيان تضمن يعني الجانب التجاري، تضمن الجانب الصناعي، وكذلك تجنب الجانب الطاقي، يعني أنه الطاقات المتجددة. ما سيفتحه هذا الاتفاق أو يعني بشكل كبير هذه خريطة الطريق، أظن بأنه هنا سوف يعني أنه لن نقتصر على هذا يعني هذه المعاملات الكلاسيكية، لأنه المعاملات الكلاسيكية بالنسبة ما تستورده إسبانيا من المغرب، أن هناك الأجهزة الإلكترونية، نتحدث عن السيارات، نتحدث عن الجانب الأسماك في الصيد البحري، كما أنه عن الفواكه. بالنسبة للمغرب أنه نتحدث عن الأجهزة يعني الكهربائية، عن السيارات، عن الزيوت النباتية. أظن بأنه اليوم يعني هذه اللجنة التي سيخول لها في 3 أشهر أنها تدرس يعني مجموعة من هذه من خريطة الطريق، أنها سوف يعني تفتح باب لأنه ندخل في إطارات أخرى، ربما غدا أنه سوف تكون لنا شراكات في الجانب التجاري والاقتصادي، استثمارات كبرى، لأنه حتى الآن يعني أنه حتى حجم المقاولات يعني الإسبانية في المغرب ربما بالنسبة لي لا ترقى، لأنه فقط نتحدث عن 700 مقاولة، بينما يعني أنه التعاملات مجموعة من المقاولات الإسبانية مع المغرب نسجل يعني هناك عدد كبير، يعني 17,000. لماذا لا أنه يعني يتم توسيع دائرة الاستثمارات الإسبانية في المغرب، ولما لا كذلك أنه تصبح لنا استثمارات مغربية داخل العمق الإسباني. اليوم يعني أننا مدعوون بشكل كبير بأنه هذه الخريطة الطريق وهذه اللجنة يعني التي سوف تعد تقريرا مفصلا مجموعة من الجوانب الثقافية السياسية وكذلك الاقتصادية، أنه تنبني العلاقة على رابح، وربما يعني ما نطمح إليه أن ميزان تجاري لا يجب أن يحقق دائما العز، يجب أنه يا إما يكون متكافئ بين الدولتين، أو أنه لما لا بأنه المغرب يحقق فائضا ويكون أنه الصادرات تتعدى يعني أو تتخطى الواردات من إسبانيا.
طيب عندما دفعت الحكومة الإسبانية أستاذ مصطفى طوسى عن اختياراتها الجديدة، قالت إن هذا يتماشى والفرق الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية كذلك. اليوم هناك البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية في مارس الماضي، كذلك تتبعنا هذه اللفتة من ألمانيا. إذن ألمانيا، فرنسا، إسبانيا كلها اليوم مع المغرب. هل تعتقد مصطفى طوسى أن هذا سيؤثر في تعامل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته مع المغرب في المقبل من الأيام؟ كيف سيكون تأثير هذا كذلك على المحكمة الأوروبية، على الاتفاقيات التي كانت تعرف بعض مناطق التوتر كالصيد البحري مثلا؟ نعم، من المنطقي ومن المرتقب ومن الضروري أن تكون لهذه المواقف الأوروبية الجديدة انعكاسات على نوعية العلاقات التي كان المغرب يقيمها مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، سواء المحكمة الأوروبية، سواء البرلمان الأوروبي، سواء المفوضية الأوروبية. كل هذه العلاقات ستتأثر إيجابا بالموقف الإسباني، لأن لا ننسى بأن بعض المواقف المعادية للوحدة الترابية المغربية التي كانت كنا نراها في بعض المؤسسات الأوروبية كانت نتيجة بعض التحركات التي تقوم بها بعض الأوساط الإسبانية وأيضا الأوروبية، التي كانت تناهض وتعادي الوحدة الترابية المغربية. تتحدث عن نقطة جوهرية، الأوساط الإسبانية أو بعض الأوساط الإسبانية، هذه الأوساط هل ستغير نبرة صوتها مع الموقف الجديد للحكومة الإسبانية الذي هو في الحقيقة موقف دولة الآن؟ نعم، ستغير موقفها، وإن لم تغير موقفها سيكون صوتها غير مسموع وليست لديه أي نفوذ، أي مصداقية، أي تأثير على العمل الدبلوماسي والسياسي. ما دامت الدولة الإسبانية، العمق الإسباني، اتخذ القرار الاستراتيجي بالاعتراف بطريقة أو بأخرى بمغربية الصحراء، كل هذه الأصوات التي كانت يعني تصعد إلى الطابق الأعلى لكي يعني تقول مساندتها ودعمها لهؤلاء الانفصاليين ستتحول إلى أصوات غير مسموعة وغير مؤثرة، وهذا هو المهم، لأن الموقف الرسمي الإسباني داعم لمغربية الصحراء. بالعودة إلى الأوساط أيضا داخل الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية والأوساط الحقوقية وبعض المجتمع المدني التي كانت عادة ما كانت تستغل هذه الورقة، ورقة الصحراء، لكي تضغط على المغرب، تشوه سمعة المغرب، تخدم أجندات يعني معادية للمغرب، فقدت في الدولة الإسبانية حليفا لها، وأصبحت الآن إن لم نقل يعني تعوي في الصحراء، لا أحد يسمعها ولا مصداقية لكلامها. الآن الموقف الأوروبي بكل أطيافه، سواء الألماني، الفرنسي، الإسباني، وغدا كل الدول الأوروبية، ستكون في منطق الاعتراف بأن لا حل لقضية الصحراء إلا الحكم الذاتي. وأيضا، وهذا مهم، هذا الموقف الأوروبي سيكون أيضا له انعكاسات على المقاربة والطريقة التعامل الأمم المتحدة مع هذا الملف. نعي جيدا بأن الآن هناك محاولة من المبعوث الأممي الخاص ستيفن دي ميستورا، وأيضا وتحت ضغط أيضا الموقف الأمريكي يعني المؤيد للمغرب، هناك محاولة لجعل الحكم الذاتي الشرعية الدولية، لتحويل هذا الحكم الذاتي إلى الشرعية الدولية. معناها في وجهة نظر العالم كله ليس هناك أي حل إلا داخل السيادة المغربية. هذا الواقع وهذه المعطيات ستؤثر سلبا على كل الأصوات التي عادة ما كانت يعني تقتات وتستعمل قضية الصحراء كورقة ضغط على المغرب، كأصل تجاري بين قوسين فون دو كوميرس ضد المغرب. وهنا أيضا جوهرة يجب الإشارة إلى أن الموقف الجزائري لا يحسد عليه، لأنه سيصبح مع مرور الوقت يعني بعد كم أسبوع أو كم شهر معزول بطريقة قوية على المستوى الدولي، وستبقى الجزائر الوحيدة التي ترفع شعار دعم الانفصاليين. هل الجزائر قادرة لإدارة هذا الموقف المعزول
لدرجة أنها يمكن أن تتحول من وجهة نظر المجموعة الدولية إلى عامل عدم استقرار، عامل زرع الفتنة والحرب في المنطقة. هذا الموقف الجزائري صراحة يساءل اليوم بطريقة قوية، وعليه وعلى المسؤولين الجزائريين أن يعيدوا النظر في مواقفهم في مقاربتهم لكي يكونوا متناغمين مع الإرادة الدولية، مع الشرعية الدولية التي ترى بأن الحل في الصحراء وهذه الأزمة، وهذه الأزمة التي دامت أكثر من 40 سنة هو تحت سقف السيادة المغربية. ما نأمل أن تبذل كذلك جهود في طريق المصالحة بين الجزائر والمغرب، لأننا عندما نتابع الدبلوماسية المغربية نرى كيف أن الصرامة كانت مع دول أوروبية ولا تتعامل بنفس الصرامة مع الجزائر. هناك علاقة استثنائية وخاصة جدا بين المملكة والجزائر. نتمنى أن ربما يتحدث الحكماء في البلدين أن يتوصل إلى تفاهم، لما لا إلى توافقات، أن يبذل الجهد المطلوب لكي تعود المياه إلى مجاريها، فما يجمع الجزائر والمغرب أقوى من كل ما يجمع بين بلدين آخرين. أعود إلى الأستاذ باروكي. عندما نعيش في المغرب، نعيش وسط المغاربة، نفهم أكثر أن قرة عين المملكة هي الصحراء. إسبانيا اليوم فهمت كذلك، قالت أنها تفهم أهمية قضية الصحراء من المغرب، وهي أخذت سلوكا دبلوماسيا استثنائيا كذلك في هذه الفترة. بالمقابل ماذا ستعطي المملكة لإسبانيا؟ نعم، إسبانيا أصبحت تفهم، لأن كانت تفهم ذلك منذ زمن، لأن إذا عدنا لمجموعة من السياسيين الإسبان الذين يعرفون أهمية قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمغرب، لكن هناك من السياسيين من يتجاهل هذه الأهمية وهذه القيمة التي تحتلها قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمغاربة. فإذا رجعنا مثلا إلى أحد السفراء الذين كانوا في المغرب، ألفونسو دي لا سيرنا، والذي كتب هذا ليس سؤالي، سألت ماذا تريد إسبانيا مقابل هذا التحول التاريخي، ماذا تريد من المملكة؟ سأتي إلى ذلك، لأن ليس لدي الوقت الكثير، أرجوك أستاذ باروكي. نعم، الصحراء بالنسبة للإسبان وبالنسبة للمغرب أهميتها كذلك امتداد الاستثمارات التي يمكن أن تكون ذات أهمية بالنسبة لإسبانيا. وبالتالي فالنقطة السادسة مثلا من البيان المشترك التي تتحدث عن المياه الأطلسية بين المغرب وإسبانيا مثلا، فهذه المياه الأطلسية التي كانت دائما محط انشغال بالنسبة للإسبان، وهي المياه التي كانت تصطاد فيها الأساطيل الإسبانية والتي تستفيد من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي بعد دخول إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي. مثلا هناك مجموعة من القضايا المرتبطة بالصحراء، أتحدث هنا عن مستقبل المناطق الجنوبية للمغرب كموانئ الداخلة مثلا، كمجموعة من المناطق الأخرى التي هي أصبحت منطقة جذب، وترى إسبانيا بأن هناك مجموعة من الدول التي تريد الاستثمار في هذه المنطقة، وإسبانيا بقيت تتفرج نظرا لأن موقفها لم يكن واضحا من قضية الصحراء المغربية. وبالتالي فالآن بعد هذا التصريح أظن أن إسبانيا يمكنها بعد الثقة المتبادلة بين والتي تم التعبير عنها في هذا البيان المشترك، الثقة المتبادلة بين المغرب وإسبانيا تسمح لها أن تستثمر كذلك في هذه المنطقة، وبالتالي أن تضمن مجموعة من المصالح التي كان من الممكن أن تفقدها لو لم تصرح بهذا، لو لم تتخذ هذا الموقف. يعني هذا ما قد يمنحه المغرب لإسبانيا، بالإضافة أن هناك كما قال الأستاذ مصطفى، عفوا الأستاذ ساري قبل قليل رشيد، أن الاستثمارات الإسبانية في المغرب يمكن أن تتضاعف في الآن بعد أن عادت العلاقات. طب ماذا عن ملف الهجرة؟ نعم، ماذا عن ملف الهجرة؟ نعم، من بين المواضيع التي أرقت النخبة السياسية الإسبانية الحاكمة في هرم الحكم في إسبانيا، أقصد هنا الحزب الاشتراكي وبيدرو سانشيز بالضبط،
والانتقادات الكثيرة التي تم توجيهها له بسبب موجات الهجرة التي كانت تتسرب عبر سبتة ومنيليا في الشهور الماضية، وبالتالي فحملوه مسؤولية عدم إرجاع العلاقات بسرعة مع المغرب حتى تتفادى إسبانيا السقوط في هذه في السقوط في هذا المأزق. وهذه من بين الأمور كذلك، لأن سبتة ومنيليا والعبء الكبير الذي تمثله سبتة ومنيليا المحتلتين بالنسبة للإسبان وكذلك بالنسبة للأموال التي يتم دعم بها هاتين المدينتين لتحافظ على مستواهما الاقتصادي والمعيشي، فهو كذلك كان يؤرق هذه الحكومة. وبالتالي فالآن عودة العلاقات وتسهيل العبور من المغرب عبر المدينتين إلى إسبانيا هو كذلك سيحل مجموعة من المشاكل، وبالتالي ستعود الحركة التجارية كما كانت من قبل. وهذه كلها أمور أظن أن إسبانيا كانت قلقة جدا بشأنها، ولهذا تم التسريع بعودة هذه العلاقات حتى لا تتأزم الأمور أكثر. طيب الاتفاقيات الاقتصادية الموجودة اليوم أستاذ رشيد ساري هي كافية لربما تعجيل الحركة العجلة الاقتصادية أكثر؟ اسمح لي أستاذ جوهرة لأن أشير إلى نقطة مهمة، بأن المغرب له حاجة في إسبانيا كبيرة من ناحية التجارية لأنه هو البوابة نحو أوروبا وكذلك أمريكا اللاتينية. بالنسبة لإسبانيا المغرب هو بوابة العبور لإفريقيا، خاصة وأنه نعلم بأن المغرب يعني هو المستثمر يعني الثاني الإفريقي في أوروبا. أظن بأنه اليوم يعني هناك يعني بهذه خريطة الطريق أظن بأن العلاقات التجارية خاصة سوف تعرف منعطفا جديدا، وهذا المنعطف سوف يتمثل في أنه أولا هناك مجموعة من الاستثمارات الإسبانية التي سوف تدخل إلى الأقاليم الجنوبية، خاصة وأنه يعني مجموعة من المناطق هي مناطق واعدة العيون وكذلك الداخلة، ونلاحظ أنه كيف هناك منصات يعني التي كانت أحدثت من طرف الولايات المتحدة الأمريكية في الداخلة وكذلك في العيون. أظن كذلك بأنه اليوم من بين يعني الأوراش الكبرى التي سوف يعمل عليها بشكل كبير وهو يعني نوعية الاستثمارات التي لن تنحصر فيما تطرقت إليه من قبل، وربما اليوم أنه في الجانب الطاقات المتجددة ممكن أنه خاصة وأنه المغرب ركم مجموعة من التجارب اليوم كما قلت لك بأنه يعني الهيدروجين أو الهيدروجين الأخضر يعني الذي يولد الغاز هناك حاجة كبيرة إليه. اليوم أوروبا وكذلك عبرها إسبانيا أصبحت تعي جيدا بأنه يجب استعمال طاقات متجددة، خاصة واليوم الوضع السياسي وكذلك العالمي الذي تعيشه أوكرانيا وروسيا يعني أنه أصبح يجب البحث بشكل كبير عن بديل، يعني أنه البديل الآن هو إفريقيا في طاقات متجددة، ولا أظن بأنه يمكن الدخول إلى العمق الإفريقي بدون أنه المرور عبر المغرب. المغرب بحجم العلاقات والصداقات التي ركمها مجموعة من الدول الإفريقية، المغرب لأنه كان دائما يمد يد العون لواحد مجموعة من الدول الإفريقية، خاصة في إبان أزمة كورونا كيف أنه كانت هناك مساعدات اجتماعية وكذلك صحية. أظن بأنه اليوم كل يعي يعني أنه أوروبا الاتحاد الأوروبي بين قوسين يعني استبشر خيرا وكان أول من نوه بالقرار الإسباني، ليس عبثا، ليس فقط في الجانب السياسي، ولكن أظن بأنه القراءة الاقتصادية بأنه الاتحاد الأوروبي يعي جيدا بأنه يعني هذا منسوب الثقة الذي عاد بين المغرب وإسبانيا سوف يمكن يعني أوروبا الاتحاد الأوروبي من أنه تكون هناك مجموعة من الاستثمارات يعني الأوروبية نحو إفريقيا، كما أنه سوف يفتح مجالات أخرى يعني أنه المغرب له علاقات بدول الشرق الأوسط يعني تربطه اتفاقية استراتيجية مع دول الخليج، ربما هذا سوف يفتح
يفتح أبوابا كبيرة للاستثمارات اللي في الجانبين، يعني في الجانب الإفريقي وكذلك في الجانب الأوروبي وكذلك في دول الخليج. أظن بأنه هذا الاتفاق يعني سوف يكون بعنوان عريض، هو يعني استثمارات كبرى، منظور جديد للعلاقات التجارية وليست للعلاقات الكلاسيكية كما كانت عليه، وبعنوان عريض آخر وهو على أساس رابح رابح، وربما أنه هذا سيمكنه يعني في القادم الأيام أنه المغرب وإسبانيا سوف يصبحان قوتين اقتصاديتين في هذا التعاون الذي سيربط بينهما من جديد. أستاذ مصطفى طوسى، قالها المغرب علانية إنه لا يريد أن يكون جمركيا لأحد، لم يعد يسكت على أي ضربة توجه إليه سواء في الخفاء أو العلن. نريد أن ننظر كذلك من زاوية أخرى، الأوروبيون اليوم كيف ينظرون إلى المغرب؟ ماذا يريدون منه؟ أي دور يجب أن يلعبه في السياسة الدولية اليوم؟ نعم، يعني بالإضافة إلى الدور الاقتصادي الذي أصبح المغرب يلعبه على الأسواق الإفريقية، وهذا جاء نتيجة عودة المغرب بقوة في 20 سنة إلى يعني العائلة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي، وإلى السوق الإفريقية. بالإضافة إلى هذا الدور، هناك دور مهم، يعني هناك أدوار مهمة تنتظرها دول الاتحاد الأوروبي من المغرب بحكم موقعه الجيوغرافي الاستراتيجي. هناك الدور النشط الذي يقوم به في محاربة الإرهاب، ويعني الكل يعترف ب يعني الدور الفعال الذي تقوم به الاستخبارات المغربية، يقوم به الأمن المغربي لإحباط المحاولات الإرهابية سواء على التراب الأوروبي في إفريقيا، حتى في الولايات المتحدة مؤخرا وفي المغرب. هناك اعتراف لهذا الدور النشط. هناك أيضا انتظارات على مستوى محاربة الهجرة السرية. لا ننسى بأن هناك ضغط يأتي من منطقة الساحل عبر البوابة المغربية للمرور إلى أوروبا، وهناك انتظارات أوروبية واضحة المعالم لإدارة هذه الظاهرة بطريقة فعالة وعقلانية. هناك محاربة الجريمة المنظمة الكبرى العابرة للقارات التي قد تنشط بين أوروبا وإفريقيا. هناك محاربة يعني التجارات المخدرات والتجارة بالبشر. يعني كل هذه المواضيع الاستراتيجية هي تهم بطريقة حيوية المصير الأوروبي وقبله المصير الإسباني بحكم الجوار. لكن أنا جوهر أريد أيضا أن أشير إلى فكرة مهمة ربما لم يتم تطرق إليها حتى الساعة، وهو هذا التحول الإسباني. يعني هناك انتظارات بطريقة تلقائية وليست يعني عن عمد. ربما قد يكون هناك حوار استراتيجي مهم بين إسبانيا والجزائر لمحاولة إقناعها بالتريت وعدم الدخول في مغامرات عسكرية وفوضوية، هذا على المستوى الجزائري الرسمي. لكن أيضا وبحكم معرفة إسبانيا بالفعاليات الصحراوية، لماذا لا نتصور أن تكون هناك محاولة إسبانية بحكم هذه العلاقات المفضلة، يعني العلاقات المفضلة بين المجتمع الإسباني وبعض الفعاليات الاقتصادية، لماذا لا نتصور أن تكون هناك محاولات من طرف الحكومة الإسبانية لإقناع هذه الفعاليات الصحراوية بالمجيء والانضمام إلى يعني خيار الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب؟ ستكون هناك مساهمة بطريقة فعالة من طرف هذا اللاعب الإسباني المهم في المنطقة لمحاولة نزع فتيل الأزمة والفوضى واللا استقرار وربما الأعمال الإرهابية التي يهدد بها البعض. لذلك أنا لا أرى فقط لهذا الموقف الإسباني فقط اعتراف يعني سياسي بمغربية الصحراء، ولكن أتوقع أن تكون له يعني تدخلات وحركية إيجابية يمكن أن تؤدي وتسرع في التوصل إلى حل يخدم مصلحة المنطقة ويخدم مصلحة الشعوب ويبعد
شبح الحرب والإرهاب على منطقة شمال إفريقيا. مساحة الالتقاء التي صار يقف عليها المغرب وإسبانيا دكتور باروكي هي اليوم ربما موجودة على أرض ثابتة أكثر، ولكن التحديات ما زالت موجودة. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المملكتين المتصالحتين اليوم؟ نعم، أولا كما ذكر الزميل مصطفى هناك تحديات بالنسبة لإسبانيا داخلية، يعني إقناع المجتمع السياسي الإسباني. الآن المجتمع السياسي الإسباني يوم زيارة بالأمس حينما كان يزور بيدرو سانشيز المغرب تم تقديم مقترح بعدم التصويت على مبادرة التي قام بها الرئيس رئيس الحكومة الإسباني داخل البرلمان الإسباني. المقترح قدم منذ 3 أيام. سانشيز قال على جلسة مجلس النواب البارحة هذا لا يهم المغرب، ما يهم المغرب هو موقف الرئيس اليوم. أنا أتحدث عن التحديات، هل هي تحديات أمنية فقط اقتصادية أم أن المصالحة تقتضي المكاشفة والمصالحة والتفاهم من خلال اللجان التي كونت؟ الآن يجب على إسبانيا من جهتها أن تفهم وقد فهمت ذلك بأن علاقتها مع المغرب يجب أن تكون ذات بعد شمولي وليس جزئي فقط، أي أن يكون ذا بعد اقتصادي فقط مثلا أو التعامل أو التنسيق في المجال الأمني والهجرة فقط. يعني العلاقات مع المغرب يجب أن تكون مبنية، وهذا ما كان يطلبه المغرب منذ دائما، يعني مع شركائه الأوروبيين ومع إسبانيا. يعني إسبانيا قد فهمت بأن علاقتها مع المغرب يجب أن تكون شمولية، وبالتالي يجب أن تفهمها في هذا الإطار وأن لا تقصي أو تقصي الجزء السياسي المتعلق مثلا بقضية الصحراء المغربية من هذا المنطق. المغرب كذلك بالنسبة لإسبانيا، المغرب يجب أن يكون هناك مجموعة من الإشارات، عدم اتخاذ القرارات الانفرادية مثلا هي إشارة للقرارات التي اتخذها المغرب. شكرا جزيلا لك، انتهى وقت البرنامج باروكي. أنا آسف على مقاطعتك، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به. الشكر موصول للأستاذ رشيد ساري والأستاذ مصطفى طوسى. شكرا جزيلا لكم مشاهدين على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.